فيما يتعلق بالفصل بين الطواف العمرة هو بين الطواف والسعي، هل هناك تحديد فيما يتعلق مثلا بأقل أو أكثر؟ لا، ليس هناك حد فاصل. الموالاة بين الطواف والسعي سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو فصل وطال الفصل فلا حرج في ذلك، ولو كان أياما أو أكثر من ذلك أسابيع فإنه لا حرج في ذلك، لكن إن كان محرما فيبقى حتى يبقى عليه إحرامه حتى يفرغ من أعمال حجه أو أعمال عمرته.